انا غاضني عمري ما نرقد، ما نرقدش الا ما نرقدش، هي واعله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يتملك قلبه الحسرة والآلام. هكذا أصبح حال هذا الفلاح بعدما قام مجهولون بقطع جميع أشجار الزيتون التي أفنى أعواما في خدمتها، في صورة تعكس كل معاني الهمجية في عز شهر رمضان المبارك. في الصباح تعيطوا لي بالرقاد، عيطوا لي بالتليفون، قالوا لي الشجرة تاعك قطعوها لك، زبوا شقالة مقطوعة لتحت. كي جيت أنا هنايا طحت، قلعت. انا الدنيا عباد راه موته ماشي زبوج، تشوف بعينك راك تشوف. حقره هذه حقره كبيره انا فيها، خاسر الخشاري من جيبي، ونعمر بالسيتنا تاع الماء، ونسقي بالبيدون، ونشرب ونسجي في الثمار هذا، وما ناكل فيه وحدي للجميع. الدوله عطاتني الارض وانا نخدم فيها، والناس يسبطوا فيها، راهم يسبطون في الارض هذه. الفئه هذه اللي تسبط في الليل ما نسمحولهاش، ونطلبوا الدوله تنوض معها ان شاء الله. 160 شجره، 160 شجره، وزدت السنه غرست 40 شجره اللي غرستها السنه قطعوا لي تاع السنه، غرستها عندها شهرين اللي غرستها، ونشرف فيها بالبيدون وشو غرزاز وقطعوا لي كملوا لها. اعتداء أليم بكامل عائلة هذا الفلاح وحتى بأصحاب الملكيات المجاورة، خاصة وأن ما قام به هؤلاء المجهولون يعتبر أمرا معزولا تنكره القيم والضوابط الدينية. هذا اللي دار الشيء هذا في رمضان ما فيش خوف ربي، هذا ما فيش خوف ربي، هذا ما فيش بذرة حياة. هذه الشجرة انا لا عنده شيء معايا يكون جاليه، ما يروحليش للسجر يجي. هذا الناس اللي صار لهم هكذا ربي يهدي، ربي يهديهم، والناس هذو اصحاب الملك، هذو اصحاب الله يجعل ربي يخلف عليهم من جهه اخرى ان شاء الله، وربي صار يصبرهم ان شاء الله. جينا مع سلطة الامنيه وعين هذا الحادثه، وان شاء الله ان شاء الله الاجراءات الامنيه تاخذ مجراها، وكل المتسبب هذا ان شاء الله ياخذ الجزاء اللي لازم له. قليل من الناس تختفي إنسانيتهم في لحظات عابرة، لكن بالمقابل تنام عين الظالم وعين الله لا تنام.